والهنا والجمال على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. ابدأ يومكم معانا يلا كده بنشاط وحيويه. النهارده معاكم مع يوم جديد وفقرات دايما مختلفه ومتنوعه من صباح البلد. النهارده الثلاث 23 نوفمبر 2021، 18 ربيع الاخر 1443 هجريه. ما اقدرش اقول اي حاجه ثانيه قبل ما اقول صباح الورد يا نهاد. صباح الفل عليكي، وصباحك اخضر وجميل كده زيك على الصبح. وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا على قناه صدى البلد. حلقه جديده ويوم جديد من برنامجكم صباح البلد، ان شاء الله تقضوا معانا وقت ممتع من دلوقتي لحد الساعه 10. معانا فقرات كتير متنوعه زي ما هند قالت لكم، بس قبل ما نبتدي معاكم فقراتنا خلوني افكركم بصفحتنا على الفيسبوك اللي هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. اتكلموا طيب عن ايه النهارده؟ النهارده هنتكلم عن حاجات كتيره حلوه ليها علاقه بالاحلام اللي بتتحقق وبتبقى واقع. دايما الاحلام يعني بنسعى ليها، ولما بنسعى ليها بتتحقق على ارض الواقع طول ما في اراده وعزيمه واصرار اكيد على تحقيقها. ليه النهارده بتكلم عن الاحلام؟ لان حلمنا بالجمهوريه الجديده اللي بتشيل كل الخير والسعاده لشعب مصر العظيم بتتحقق على ارض الواقع دلوقتي بمشروعات اتنفذت وبتتنفذ في زمن قياسي جدا، واعتقد كلنا شاهدين. النهارده تحديدا هتكلم مع حضراتكم عن العاصمه الاداريه الجديده. الحلم اللي قريب جدا ان شاء الله هنشوفه مكتمل في أزهى وأحسن صورة زي ما كنا بنتمنى. وهنا اسمحوا لي إن أنا عايزة أشيد بطريقة تفكير الدولة المصرية وإدارتها للمشروعات بمنتهى الدقة والحسم والحزم في ظل الجمهورية الجديدة، لأن وإحنا على بعد خطوات بسيطة من افتتاح الحلم العاصمة الإدارية، الدولة المصرية دعت جميع أفراد الشعب المصري من أفراد أو مجموعات أو شركات إن هم يشتركوا بأفكارهم بمقترحاتهم علشان يختاروا اسم للمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وصياغة جملة دعائية وتصميم شعار مبتكر وهوية تكون مميزة ومميزة للعاصمة الإدارية بتعكس رؤية الدولة في إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم، الفن، الابتكار، التنمية المستدامة والتكنولوجيا. فأي حد من حضراتكم دلوقتي كده بيتفرج علينا يعني يفكر كده، ممكن تكون انت الفايز، ممكن يكتب اسمك في التاريخ ان انت اللي اخترت، سواء بقى افراد او شركات زي ما قلت لحضراتكم، تكون اخترت اسم للعاصمة الإدارية الجديدة. اعتقد دي حاجة مش هينة، بس تستحق ان احنا كلنا نتشارك علشان حلمنا الكبير. اكيد طبعا يا هند عندك حق، ولازم برضو ان احنا نشيد بطريقة التفكير اللي بتفكر بيها الدولة المصرية. طبعا حاجة الحقيقة عظيمة جدا، وكمان خلينا اقول لكم ان انا حريصة على ان كل البلد، طبعا حريصة على ان كل ابنائها يشاركوا في بناء مستقبلهم، مستقبل الاجيال اللي جاية. الحقيقة برضو يا هند يعني خليني أقولك أن المناسبة دي والفكرة دي الهدف الأساسي منها تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات. وكمان المسابقة دي بتأتي انطلاقا من حرص الدولة على الاستفادة من إبداعات المصريين في المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها. واخر معاد، خلينا نقول ان اخر معاد لاستلام الاعمال الخاصه باختبار اسم للمدينه وصياغه جمله دعائيه وتصميم شعار هيكون يوم الاربعاء، هيكون يوم الاربعاء يوم 15 ديسمبر 2021، يعني معاكوا وقت. والاعمال كلها هترسل بشكل الكتروني على موقع تم تحديده والاعلان عنه، وبعدها هيتم فحص وفرز وتقييم جميع الاعمال بشفافيه وموضوعيه من خلال مجموعه من الخبراء والمفكرين والادباء والفنانين. فيلا اشتغلوا بقى كده وورونا بقى الابداع. اكيد فرصه كبيره، وعايزه اقول لحضراتكم كده سريعا، والواحد بيفتكر يعني انا كان ليا الشرف ان انا رحت العاصمه الاداريه الجديده من بدايه يعني اول حفر فيها وتمهيد الطرق، الكلام ده تقريبا كان في اول 2015 لحد اللحظه دي، واحنا بنشوف احياء كامله، حي المال والاعمال، حي السفارات، الحي الحكومي، كل المشروعات، مدينه الرياضه العالميه، المدينة الأولمبية، كل التخطيط العظيم ده بيعكس قد إيه الدولة المصرية عندها إرادة إن إحنا نبني جمهورية جديدة
تليق بتاريخ وحضارة مصر ومستقبل مشرف إن شاء الله. خلينا بقى نروح لفقراتنا النهاردة، وعندنا النهاردة مجموعة من الفقرات المتنوعة إن شاء الله تحوز على إعجاب حضراتكم. هنبدأها بقراءة لأبرز وأهم الأخبار ومنشطات الصحف، هيكون معنا فيها الكاتب الصحفي حسن الرشيدي. خلينا نقول لهم فقرتنا الثانية هنتكلم فيها عن تاريخ علاقات مصر من دول الكوميسيا، وهيكون ضيفنا في الفقرة الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية. فقرتنا الأخيرة هتكون زي ما تعودنا مع حضراتكم فقرة طبية، هنتكلم فيها عن الإنجاب وتحديد نوع جنس الجنين تحديدا، وهيكون معانا فيها الأستاذ الدكتور محمود سليمان أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب القصر العيني واستشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري بمركز مصر للخصوبة. ده كان استعراض سريع لأهم ملامح وفقرات يومنا. دلوقتي بقى تعالوا نروح نطمن على حالة الجو. تعالوا بينا نتعرف على حالة الطقس النهاردة. ومن المتوقع أن يشهد اليوم طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على السواحل الشمالية وبارد ليلا على كافة الإنحاء. وإليكم بعض درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات الجمهورية، وهنبتديها بالقاهرة العظمى 23 أما الصغرى 14، الأسكندرية 22-15، الإسماعيلية 22-13، الدقهلية 22-15، الغردقة 26-15، أما المنيا ف 22-12. وبالنسبة كمان لبعض العواصم العربية والعالمية، فهتكون الرياض العظمى 27 أما الصغرى 14، أبو ظبي العظمى 30 أما الصغرى 26، أنقرة 15-7، لندن 9-3، واشنطن 7-2 تحت الصفر، أما بكين 8-4 تحت الصفر. بعد ما تعرفنا مع حضراتكم على أحوال الجو، تعالوا دلوقتي بقى نشوف يا ترى أسعار العملات والذهب النهاردة إيه، وهنبدأها مع حضراتكم بأسعار العملات. والبداية مع سعر الدولار الأمريكي اللي يسجل لي الشراء 15.64 جنيه، بينما للبيع 15.74 جنيه. أما اليورو فسجل لي الشراء 17.61 جنيه، والبيع 17.77 جنيه. جنيه الاسترليني سجل لي الشراء 20.99 جنيه، أما للبيع 21.18 جنيه. الريال السعودي سجل لي الشراء 4.18 جنيه، أما للبيع 4.19 جنيه. الدينار الكويتي في آخر أسعار العملات سجل لي الشراء 49.23 جنيه، بينما للبيع 52 جنيه وقرشين. بالنسبة لأسعار الذهب بقى، فالبداية مع عيار 18 اللي سجل 693 جنيه النهاردة، أما عيار 21 فسجل 809 جنيه، عيار 24 سجل 925 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 6472 جنيه. مشاهدينا الكرام، دلوقتي وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والتحقيقات الصحفية والحوارات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. منشرفنا ومنورنا النهاردة فقرتنا الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الرشيدي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. خلونا نبدأ جولتنا الإخبارية، لأن الحقيقة مصر النهاردة فيها حدث مهم وحدث بيتحدث عن انطلاق أعمال القمة 21 تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، وذلك بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. من المنتظر أن تشهد فعاليات القمة تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025 والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسته للتجمع بحسب وزيرة التجارة والصناعة.
الحقيقة وزيرة التجارة والصناعة صرحت تصريحات كتير جدا خاصة بمؤتمر الخماسة المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة. دي المرة الثانية اللي مصر بتترأس فيها الخماسة، أعتقد بعد 20 سنة مثلا تقريبا. خلينا نعرف الناس هو إيه أهمية مجموعة دول الخماسة، التجمع ده بيعمل إيه قبل بقى ما ندخل في التطورات اللي هتحصل النهاردة. اولا النهارده المؤتمر بينعقد تحت شعار مهم جدا، هو القدره نحو الصمود. بالظبط، ده في اطار التكامل الاقتصادي الرقمي. في الحقيقه مصر منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه البلاد واهتم جدا بالقاره الافريقيه، لان احنا اهملنا افريقيا لفتره طويله، وهذا الاهمال كان له نتائج سلبيه. ولكن في الحقيقه احنا النهارده من خلال تعاوننا مع الجانب الأفريقي وعودتنا للاتحاد الأفريقي، وفي نفس الوقت إن احنا بنرى من خلال أفريقيا إنها مصدر كبير أو أرض خصبة للتعاون والتبادل التجاري. احنا النهاردة مصر بتمثل حوالي 20% من صادراتها في داخل الكوميس، هي أول دولة في داخل التجمع نسبة التجارة البينية بتاعتها 20% من خلال الصادرات 20%. في الحقيقة مصر في مجال الاستثمار بترى أن أفريقيا لها مستقبل واعد، فبالتالي احنا زي ما بنقول أن عدد سكان الكوميسا ما يقرب من 600 مليون. هم 583. فإذا في قاعدة كبيرة للإنتاج والاستهلاك في نفس الوقت. لكن في الحقيقة إحنا نجحنا في إطار الكوميسا إن إحنا تكون صادراتنا أكتر من وارداتنا. إحنا صادراتنا في الكوميسا حوالي 2.7، بينها يعني الإجمالي التبادل التجاري 2.7، منها 2 صادرات 2 مليار وحوالي 700 مليون تقريبا وارداتنا، ودي كويسة بالنسبة لنا كميزان مدفوعات. في الحقيقة إحنا تجاربنا المصرية من المؤكد أن تستفيد بها دول أفريقيا، وفي نفس الوقت إحنا أيضا بنستفيد من القاعدة الأفريقية، لأن مصر في ظل التحديات الجديدة أنها في مرحلة أنها بتعمل مرحلة توازن مع كافة الدول، لكن أفريقيا بالتحديد هي العمق بتاعنا، العمق الاستراتيجي بتاعنا، فبالتالي من هنا بتنبع أهمية التعاون. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا عندنا ملف سد النهضة بيتطلب أيضا أن أنت تلمي دول الأفارقة لدعم قضيتك. صحيح. في نفس الوقت أنت عندك الدول الشرق والجنوب الأفريقي ما يقرب من 21 دولة أعضاء في الكوميسا. صحيح. في الحقيقة دي بتشكل قوة جبارة، قوة ليست سهلة. أفريقيا بتتمتع بموارد خام أو مصادر المواد الخام، في نفس الوقت إحنا من الممكن جدا أن نستفيد، بيبقى في التبادل التجاري المشترك، تبادل الخبرات المشتركة، أيضا مجال النقل والملاحة مهم جدا بيننا وبين القارة الأفريقية. أيضا من المشروعات المهمة جدا ربط بحيرة فيكتوريا بالمنطقة، ودي هتساعد مستقبلا في التجارة الحرة بين الدول. في الحقيقة هي مرحلة لتحقيق التكامل بين دول الكوميسا، وفي نفس الوقت ده بيؤدي لإيه؟ لزيادة التبادل التجاري بين الدول. وفي الحقيقة أنا بعتقد أن معظم دول أفريقيا دلوقتي بتنظر إلى مصر باعتبارها النموذج الأمثل في الإصلاحات الاقتصادية. صحيح. والمرحلة الجديدة في بناء دولة حديثة قوية. يعني ما يجري من مشروعات على أرض مصر في مختلف المجالات ده بيمثل نموذج ليس فقط لأفريقيا وإنما للعديد من الدول. لما مثلا لو شفنا على سبيل المثال مواجهة كورونا، مصر أصبحت يعني نموذج بالنسبة للدول النامية في مواجهة كورونا. احنا تفوقنا على بعض الدول المتقدمة في مكافحة كورونا، وحققنا نتائج أشادت بها كل المنظمات الدولية والدول الأخرى. ايضا ده هيبقى من ضمن المحاور المهمه جدا في مؤتمر الكوميسا. احنا بنتكلم ان يمكن معظم تقارير المؤسسات الدوليه وخاصه مثلا ما يتعلق بصندوق النقد الدولي لما بيتحدث ان اقتصاد الدول الافريقيه من الاقتصادات الواعده واللي حققت شويه يعني تقدم حتى في ظل وجود فيروس كورونا، وبالتالي فالعالم بينظر لهذه المنطقه على اساس ان هي منطقه واعده في السنوات القادمه. وجود مصر في رئاسه الكوميسا في وتقديمها لخطه هيطلقها سيادته النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي 21-25 استراتيجيه متوسطه المدى. واعتقد ان هي دي الفتره اللي يعني هتبقى مصر موجوده فيها يعني
في رئاستها للكوميسا، وخاصة فيما يتعلق بفكرة الاقتصاد الرقمي وتشجيع الاستثمارات. يعني العرض حتى والحديث اللي تحدثت عنه وزيرة التجارة والصناعة انها بتتحدث عن خطة موضوعة على الأرض قبل للتنفيذ. شوف حالك حاجة، انت لو بصيتي مثلا النقطة اللي طرحتها في البداية، نقطة مكافحة كورونا، مصر في الحقيقة نجحت إلى حد كبير في مكافحة. أنت النهاردة لو بصيت لمصر بالمقارنة حتى ببعض دول أوروبا، النهاردة أنت مصر وصلتي نجحتي في عدة أمور، في المكافحة والمواجهة، وفي نفس الوقت أكبر عدد من التطعيم، وفي نفس الوقت مش أنت استخدمتي استوردتي مجموعة من اللقاحات فقط، لا بدأت يعني. بدأتي إنتاج اللقاحات، وبنطمح لفتح سوق في افريقيا للقاحات المصريه. ده من المؤكد ان ده هيحصل، انت هتصدري اللقاح الى بعض دول افريقيا. ده مش كده وبس، يعني انت لو بصيتي حتى مش في مكافحه كورونا بس، لكن ما الذي ادى لنجاحنا في مواجهه كورونا؟ هو اصلاح مسارنا الاقتصادي، المسار الاقتصادي. ان مصر نجحت بتفوق وبشهاده المؤسسات الدوليه في تحقيق معدل تنميه يكاد يكون الأفضل على مستوى أفريقيا والمنطقة. صحيح. دي نقطة. النقطة الثانية أيضا الإصلاحات الاقتصادية الجارية اللي في الحقيقة أصبح اقتصادك قوي، وفي نفس الوقت يساعدك في إقامة العديد من المشروعات اللي بتجري على أرض الواقع، واللي أبهرت معظم القادة الأفارقة وغيرهم من قادة دول العالم، إن كل رؤساء أو قيادات دول أجنبية وصلت إلى مصر و رأيت المشروعات اللي بتجري على أرض الواقع، لم تكن تتخيل أبدا أن كل هذه المشروعات هتكون في هذه الفترة الوجيزة. فحقيقة إحنا عندنا مشروعات خلال 7 سنوات كانت تحتاج إلى 60 أو 70 سنة. صحيح. عشان تتم. صحيح. يعني في الحقيقة الإصلاح المسار الاقتصادي قوى الاقتصاد المصري، أيضا ده دعمك في مكافحة كورونا، أيضا في نفس الوقت مستقبل أفريقيا إن شاء الله. وأنا أعتقد زي ما نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة دورة في الاتحاد الأفريقي، أيضا هيكون نموذج للنجاح في رئاسة الكوميسا. صحيح. وأنا أعتقد أن الكوميسا بتلعب دور كبير جدا، وهتحقق أنا بعتقد نتائج إيجابية على المستوى المصري وأيضا على مستوى دول القارة من خلال التبادل التجاري، وفي نفس الوقت تبادل الخبرات في المجال الصناعي وغيرها من المجالات الأخرى. تمام. احنا طبعا يعني اكيد المؤتمر النهارده الخاص بالكوميسا والمنعقد في العاصمه الاداريه الجديده هيكون فيه تفاصيل كتيره هنتابعها مع حضراتكم. بس نروح لخبر اخر بيتكلم عن لقاء هام جمع بين وزير الخارجيه المصري السيد سامح شكري ومبعوث الامم المتحده الخاص الى اليمن، وده كان بمقر وزاره الخارجيه. شكري اكد دعم مصر لمهمه المبعوث الاممي ولكافه الجهود الاقليميه والدوليه المبذوله في سبيل تحقيق التسويه المنشوده. تطرق اللقاء إلى محددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية والقائم على مساندة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وضرورة دعم مسار الحل السياسي، وكذلك تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو غد أكثر إشراقا. أعاد الوزير شكري مرة أخرى التأكيد على أن أمن اليمن واستقراره يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، وأكد أيضا على رفض مصر القاطع لاستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر. الحقيقة موقف مصر من اليمن أيضا يمكن هو موقف ثابت وواضح منذ بداية الأزمة اليمنية، بس كمان كان في تأكيد على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وأمن وسلامة وحرية الملاحة في هذه المنطقة. تحليلك للمحادثات ما بين الجانبين والموقف ومدى تقبل مبعوث الأمم، يعتقد أن في توافق في الرؤى؟ شوفي هقول لك حاجة، هناك ثوابت للسياسة المصرية ليس فقط على مستوى القضية اليمنية، وإنما أيضا على مستوى كافة القضايا الإقليمية والدولية. صحيح. من ثوابت السياسة المصرية هو وحدة الدول وسيادتها واحترام إرادة ومقدرات الشعوب. صح. دي السياسة الثابتة للسياسة الخارجية المصرية، دي أسس ثابتة. أيضا حل النزاعات بالطرق السلمية وليست العسكرية. في الحقيقة موقف مصر من الأزمة اليمنية واضح جدا من البداية وفي إطار هذه الثوابت. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه زي ما حضرتك ذكرتي، أنه أولا أن مصر بتؤكد على وحدة اليمن كدولة واحدة لها سيادة. الحاجة الثانية بترفض استخدام أراضي اليمن كمنصة
لتهديد الدول المجاورة وخاصة المملكة العربية السعودية، لأن احنا زي ما احنا عارفين ان هناك بعض الجماعات او المنظمات في المنطقة معروف انها بتنتمي الى النظام الايراني، فده بيشكل تهديد على منطقة الخليج ككل. ومصر واعية جدا لكل ما يجري في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط، وهي تعتبر رمانة الميزان في هذه المنطقة. لكن في نفس الوقت مصر لا تخرج عن الثوابت. الثوابت بمعنى ايه؟ الحفاظ على وحدة اراضي الدول وايضا توحيد الجيوش، دي نقطة مهمة جدا. وفي نفس الوقت مصر بترفض الإرهاب. صحيح. من الدول التي أصبحت نموذج في مكافحة الإرهاب. ما من رئيس دولة أو قائد أو زعيم بتطئ قدم أرض مصر إلا ولا بد أن يستشير القيادة المصرية فيما يجري من نجاح حققته الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، ليس فقط على الأرض مصر، وإنما أيضا من خلال تبادل المعلومات مع مختلف الدول وكيف ومحاصرة وتتبع الإرهابيين في كل مكان في العالم. صحيح. ففي الحقيقة أيضا الموضوع المهم بالنسبة للقضية هو حرية الملاحة. إن مصر أيضا بتعمل على حماية الملاحة وحريتها في البحر الأحمر، لأنها في نفس الوقت دي حرية دولية، وفي نفس الوقت مصر إحنا بنقول من الدول القوية التي تحمي أمن البحر الأحمر. صحيح. ليس فقط في حرية الملاحة، وإنما أيضا في الحفاظ على الهجرة غير الشرعية. صحيح. إنها مصر النهاردة نجحت في مكافحة الهجرة غير الشرعية وأشادت بها الدول، لم تتاجر بها كما فعلت بعض الدول، وإنما مصر أصبحت نموذج أيضا منذ سنة 16 لم يخرج مهاجر. صحيح. غير شارع من أرض مصر. صحيح، ده حقيقي. ويعني زي ما قلنا، زي ما حضرتك قلت، بنأكد أن مصر دولة ليها ثوابت في التعامل مع القضايا المختلفة خاصة فيما يخص الدول العربية. نروح لخبر آخر، وهو هيكون بشأن تصريحات دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال احتفالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعيد الأول للطاقة النووية، والذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوضح مدبولي أن تأمين الطاقة وتنوع المصادر وكذا الحفاظ على بيئة نظيفة هما ضمن أهم العناصر الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، واللي تم إطلاقها في فبراير 2016، بتعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في المجالات كافة. مضيفا أن استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يعد أحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، فضلا عن مزاياها التنافسية العالية. وأضاف أن مصر دخلت عصرا جديدا لبدء تحقيق الحلم النووي. فكرة استخدام، يعني مصر بدأت تتجه منذ يعني البرنامج الخاص بإطلاق برنامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كانت من أهم الملفات فيها كانت ملف الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة. والحقيقة أن مصر قطعت شوط كبير، يعني احنا بنتكلم ان احنا بنستهدف ان احنا نوصل لمعدلات عالية حوالي 40% من استخدام الطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة، بحيث ان احنا نبدأ ان احنا يبقى في حفاظ على البيئة. ومصر مشاركة لكثير من المؤتمرات، ودعت لي ان هي تبقى تستضيف مؤتمر المناخ القادم، وان شاء الله يعني هيبقى موجود عندنا. المكاسب اللي هتحققها مصر من استخدام مثل هذه المحطات النووية؟ شوف لك حاجة، اتجاه مصر للطاقة المتجددة ومشروع الضبعة لم يكن جديدا. صحيح. وانما بدأ التفكير فيه منذ عدة عقود، ولكن التنفيذ الفعلي دخل في تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعندما تم التوقيع احنا النهارده زي ما حضرتك قلت 40% عايزين طاقة متجددة نظيفة. صحيح. احنا النهارده 7% فقط. فبمشروع الضبع هنرتفع الى 40%. صح. الحاجة التانية، مصر في الحقيقة قطعت شوط كبير جدا في اللجوء إلى الطاقة المتجددة بعيدا عن الطرق التقليدية أو الطاقة التقليدية. في الحقيقة لو نظرنا إلى مشروع الضبعة، إحنا هنجد أنه إن شاء الله ابتداء من سنة 26 هيبدأ الإنتاج. عندنا هو الضبعة مقسم إلى تقريبا 4 مراحل، وهو 4 مفاعلات نووية وليس مفاعل واحد كما يفهم البعض.
4 مفاعلات نوويه. في الحقيقه وده مشروع ضخم جدا، ومش هيبقى فيه طاقه متجدده فقط، لا، احنا النهارده وصلنا لمرحله، اولا الضبعه هيولد طاقه هتغنينا عن الغاز بنسبه كبيره، بحيث احنا نستفيد من الغاز في مشروعات اخرى. فبالتالي ايضا من العناصر المهمه في هذا الموضوع هو دخول مصر مجال الخبره، الاستفاده من الخبره الدوليه في مجال الطاقه النوويه. الحاجه المهمه ايضا مدرسه الضبعه دي هتخرج لنا جيل جديد لديه خبره فنيه في هذا المجال. فانا عايز اقول لك حاجه غريبه، يعني حاجه مؤكده، انه مصر قطعت شوط كبير جدا في موضوع توليد الطاقه، خاصه الطاقه المتجدده، ده اتجاه رائع. في نفس الوقت لكن في الحقيقه احنا بصينا، لو نظرنا الى تطور هذا الموضوع هنجد كلنا نتذكر كيف كانت تنقطع الكهرباء في مصر لفترات طويله. النهارده انت اصبحتي قادره على تصدير الطاقه الكهربائيه. عندنا بعض المشروعات، اذا كنا بنقول ان السد العالي من اعظم المشروعات الكهربائيه في مصر، اصبح لدينا في مصر محطات بتولد طاقه اكبر من طاقه السد العالي. عندنا محطه بنبان في اسوان. ففي الحقيقه لكن في نفس الوقت انت لازم تسيري او تواكبي التطور العالمي في الطاقه النظيفه. انت النهارده لجأت للطاقه الشمسيه، لجأت للمفاعل النووي، لكن مشروع اي المفاعل النووي في مصر بتركز على نقطه مهمه جدا، وهو ايه؟ للاغراض السلميه، لخدمه المجتمع وتنميته. لكن في الحقيقه انت هتستفيدي من هذا المشروع في امور متعدده، اولها الحفاظ على البيئه، ثاني حاجه الزياده الانتاجيه في الطاقه المتجدده. الحاجة برضو المهمة أيضا تقليل الانبعاثات الحرارية اللي بتؤدي إلى تلوث البيئة، وده بيؤكد أن مصر لها دور فاعل في عملية تغيير الحفاظ على المناخ والمشاركة في، زي ما شفنا في المؤتمر الأخير، مؤتمر تغير المناخ. فأنا أعتقد أن في فوائد متعددة هتعود على مصر من مشروع الضبعة. خلينا يعني طالما حضرتك ذكرت فكره ما حدث يعني منذ 2014، عايزه كمان اكد ان احنا يعني مع بدايه تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من اهم الملفات المطروحه على اجندته ان هو هيعمل فيها حلول او تحدث فيها كتير كان ملف الطاقه، لان احنا كنا وصلنا زي ما حضرتك قلت ان الكهرباء بتقطع ومفيش مستشفيات وناس يعني كانت الحاله وصلت لحاله صعبه جدا، وما كانش هينفع ان احنا نقول استثمارات او نعمل تحسين للبنيه التحتيه من غير ما يبقى عندنا طاقه تخلينا نقدر ان احنا نقول للناس تعالوا، ما هو ما حدش مستثمر هيجي، وعلى الاقل يعني اقل حاجه اللي احنا بنتكلم فيها، لان الموضوع كبير، ان الكهرباء بتقطع او النور بيقطع يعني. ففكره ملف الطاقه والاستفاده منه في مساله الاستثمارات ودعم وان احنا نجذب الاستثمارات من الخارج لمصر. شوفي هقول لك حاجه يا استاذ فاتن، في الحقيقه احنا قعدنا فترات طويله جدا نرفع شعارات الاستثمار. لكن في الحقيقة مشروع تعديل قانون الاستثمار كان مهم جدا. ما من مؤتمر دولي أو محفل دولي إلا وبنجد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بيدعو للاستثمار في مصر. صحيح. إن أصبح لدينا مناخ مناسب للاستثمار، أصبح لدينا مناخ جاذب للاستثمارات على أرض مصر. لكن في الحقيقة إحنا عايزين في نفس الوقت يبقى خطوات الوزراء المعنيين أو القائمين على الاستثمار يواكب خطوات الرئيس في هذا المجال، لأن الرئيس بيمشي بخطة سريعة جدا في هذا المجال. إحنا عايزين قائمين على التنفيذ يبقوا على مستوى خطوات الرئيس. تحدث وقال أنا مستعد أمضي بنفسي، لما كان بيدعو المستثمرين قال لهم أنا مستعد أخلص الأوراق بنفسي. لأنه في الحقيقة أنا هقول لك حاجة، لجوء الاستثمار ده شيء عظيم جدا وأساسي. ليه؟ اولا مصر لما قدمت تيسيرات لاقامه مشروعات استثماريه او في الاسراع في اصدار التراخيص للمشروعات او المصانع، ده بيفتح مجال لملايين من فرص العمل، ودي مهمه جدا. النقطه الثانيه انه قيام الدوله المصريه بتشجيع الصناعات الصغيره والمتوسطه فتح لك المجال امام الشباب لاقامه مشروعات بسهوله ويسر، وفتحت امام المنافذ البنكيه لتمويل هذه المشروعات. في الحقيقه انا بعتقد انه عصب
اقتصاد اي مجتمع بيبقى قائم على المشروعات المتوسطه والصغيره. مش فقط بيوفر فرص عمل، لكن ايضا بيمنع لي الوقوف في طوابير انتظار فرص العمل في القطاع العام. صحيح. فانا هذه المشروعات المتوسطه والصغيره وتشجيع الاستثمارات بيدفع الشباب نحو الاستثمار الخاص. ما اصبحش في خوف ان انا اعمل استثمار، خاصه ايه ان هناك كان البعض بيتخوف من ان عمليات التامين، عمليات تامين المستقبل. صحيح. القطاع العام، القطاع العام عشان احمي عيالي واحمي اسرتي. لا، النهارده مظله الحمايه الاجتماعيه اصبحنا نشهدها على ارض مصر. حتى بالنسبه للمعاشات، مشاكل المعاشات التي كانت تراكمت لأكثر من 25 عاما تم حلها في فترة وجيزة جدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذا احنا عندنا بجانب الاستثمارات وبجانب تشجيع الاستثمارات وبجانب إقامة مشروعات بتوفر ملايين من فرص العمل، أيضا عندنا التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. صحيح. وتقديم تيسيرات للشباب، دي من الأمور المهمة جدا في مجال الاستثمار. الحاجة أيضا المهمة تشجيع المستثمرين القادمين من الخارج. أو المستثمر عايز إيه؟ ماذا يريد المستثمر؟ المستثمر أول نقطة بيحطها قدامه في المسمار، كيف يدخل آمنا وكيف يخرج آمنا. صحيح. رأس ودي نقطة هامة جدا، رأس المال الجبان. صحيح. خلونا نروح لخبر آخر، وهو الحقيقة من الأخبار الهامة واللي دايما احنا بنتحدث عن الشأن السوداني بمنتهى الجدية، ومصر ليها الحقيقة موقف أيضا داعم لدولة السودان. أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة أن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخرا يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة تتمثل في بسط الأمن ومعالجة قضايا معيشة المواطنين واستكمال متطلبات السلام مع الاستعداد للانتخابات الحرة النزيهة في يوليو عام 2023. خليني بس أستاذ حضرتك عشان أستاذ رامي معانا بقاله فترة ناخد رأيه في هذا الموضوع. أتفضل. ونرجع لحضرتك مرة تانية. أستاذ رامي زهدي الخبير في الشؤون الإفريقية، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أستاذ رامي، شايف تطورات الوضع في السودان وما وصل إليه من يعني زي ما قلنا اتفاقات داخل السودان، شفت الوضع إزاي والمشهد في السودان؟ يعني خلينا نبتدي من المرحلة الأخيرة وهي الوصول إلى اتفاق سياسي. الحقيقة الاتفاق السياسي من حيث التوقيت جاء في توقيت جيد جدا وقبل الانحدار في مزيدا من مراحل عدم الاستقرار. من حيث الشكل هو مقبول شكليا، ومن حيث المضمون عدة ملاحظات ربما أبرزها وهو أمر إيجابي هو وجود القوات المسلحة السودانية كضمانة للمسار الديمقراطي، وبالتالي حماية مؤسسية الدولة والعودة إلى المسار الصحيح، لأن السودان دولة قوية لا عليها قدر كبير من الالتزامات والواجبات تجاه المواطنين السودانيين وتجاه المجتمع الدولي. طب أستاذ رامي، يعني التطورات الأخيرة شايفها أن احنا ممكن نوصل فعلا لانتخابات زي ما هم يعني تم الاتفاق عليه في 2023؟ نعول كثيرا على وفاء كل الأطراف بالتزامتها، يعني بالتزامتها. المكون العسكري بما تعهد به عليه أن يلتزم، المكون المدني بما تعهد به عليه أن يلتزم، وبالتالي تستطيع السودان بتشكيل حكومة تكنوقراط أن تتحول تدريجيا لمسار ديمقراطي يلبي تطلعات الشارع السوداني في هذا التوقيت. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. أستاذ يعني حسن، شايف المشهد في السودان إزاي والتطورات الأخيرة اللي حصلت؟ في الحقيقة لو بصينا هو ما حدث من اتفاق مؤخرا هو تصحيح لخلل قد تم. صحيح. في الحقيقة لو بصينا احنا قلنا إن مصر بتؤيد هذا الاتفاق، وايضا لو بصينا حتى الولايات المتحده الامريكيه بتؤيد هذا الاتفاق، وبالفعل بدا تنفيذ اولى خطوات الاتفاق وهو الافراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وده كان طلب امريكي وفي نفس الوقت طلب المعارضه في السودان، وقد بدا التنفيذ الفعلي في اطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين من الامس. في الحقيقه الاتفاق، انا عجبني كلام جدا الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أنه كلام كان هادي وفي نوع من الحكمة أن احنا هننتهي هذه الفترة الانتقالية للعبور بسلام مع الاهتمام بإصلاح أحوال المواطنين ومستوى معيشتهم. وفي نفس الوقت هي خطوة
نحو المسار الديمقراطي خلال هذه المرحلة الانتقالية تمهيدا لإجراء الانتخابات في يوليو 23. في الحقيقة مصر دائما بتهتم بالقضية السودانية، لأن السودان بالنسبة لنا هي العمق القومي الاستراتيجي والأمني. وأيضا مصر السودان بتعتبر دولة ملاصقة لنا، وفي نفس الوقت بتجمعنا بها عدة عوامل زي النسب والمصهرة، وفي نفس الوقت هي العمق الاستراتيجي والأمني بتاع مصر. ففي الحقيقة الاستقرار في مصر، الاستقرار في السودان يهم جدا مصر. ومصر يمكن أعلنت ومرارا أنها مستعدة لتقديم أي دعم وعون من أجل تحقيق الاستقرار في السودان. أنا أعتقد أن التوصل لهذا الاتفاق هو خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في السودان، وده في النهاية بيصب في صالح المنطقة. المنطقة ليست في حاجة إلى مرحلة توتر جديدة، المنطقة في حاجة إلى استقرار كافة دول المنطقة. وفي الحقيقة مصر بتلعب دور مهم جدا في تحقيق استقرار السودان. يمكن شفنا حتى في زيارة الرئيس عبد الفتاح البرهان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا أعتقد أن في تبادل معلومات مهم جدا في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودي قضية أساسية. وأيضا الحفاظ على أمن المنطقة، وأيضا أمن البحر الأحمر. أنا أعتقد أن قضية السودان قضية محورية، وأعتقد أن هذا الاتفاق إن شاء الله نأمل أن يحقق يمكن طموح الشعب السوداني في تحقيق الاستقرار ورفع مستوى معيشة الناس إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ حسن الرشيدي، شرفتنا ونورتنا يا فندم. صباح الخير. ألف شكر. مشاهدينا الكرام، بكده بنكون انتهت جولتنا الإخبارية. هنروح لفاصل وبعدها هنكمل مع حضراتكم فقراتنا وصباح البلد. مشاهدينا الكرام، بجدد التحية مرة تانية لحضراتكم. والحقيقة هنتكلم ان مصر ودول الكوميسا تاريخ من العلاقات اساسها الثقة والمصالح المشتركة. تعتبر مصر من اوائل الدول الافريقية الاعضاء بالكوميسا اللي وقعت على الانضمام الى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي الكوميسا في 29 يونيو عام 1998. تحتل العلاقات المصرية بدول وحكومات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا اللي هي الكوميسا مكانة كبيرة جدا في السياسة الخارجية المصرية، وذلك لاعتزاز مصر بعمقها الإفريقي. يمكن العلاقات التجارية مع هذه الدول بتمثل حلقة وصل قوية جدا، لأنها ساهمت التجارة البينية مع هذه الدول للحكومة المصرية أنها قدرت أنها تنفيذ عدة مبادرات، من أهمها تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واللي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، كمان تطبيق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لرفع وعي المنتجين المصريين بتصدير منتجاتهم للبلدان الافريقيه، بالاضافه لقيام شركات مصريه زي المقاولين العرب بتنفيذ عدد من المشروعات علشان يتم رفع كفاءه البنيه التحتيه في بعض دول الكوميسا، فضلا كمان عن المشروع او الشروع في تنفيذ مشروع القاهره كيب تاون اللي بيهدف لربط مصر بالدول الافريقيه من خلال شبكه كبيره من السكك الحديديه علشان يتم تيسير عمليات نقل البضايع وتقليص مده الشحن لأربع أيام بدل من 28 زي ما بيحصل في هذه الأيام. حديث أكتر عن تاريخ علاقات مصر مع دول الكوميسا بيسعدنا ويشرفنا نكون ضيفتنا النهاردة في هذه الفقرة دكتورة بساند فهمي الخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، أنا متشكرة جدا. مصر والكوميسا، احنا من سنة 8 هي الاتفاقية 91 بدأوا ب 95، مصر انضمت 98 ترأست مرة، ودي الثانية إن شاء الله النهاردة هيتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الكوميسا. النهاردة مصر عاملة استراتيجية ومتوسطة أو خطة متوسطة المدى 2021-2025. مصر عايزة إيه النهاردة تحققه أو وجود الكوميسا النهاردة وهذا المؤتمر وهذا التجمع الإفريقي؟ شوفي حضرتك، ثبت عمليا إن العلاقات بين الدول لازم تكون قائمة على الدبلوماسية الاقتصادية. صحيح. العملية مش دول تبقى فيها علاقات بينها وبين بعض وخلاص كده. الاقتصاد هو المحرك الرئيسي لكل حاجة في العالم.
وخصوصا في الاونه الاخيره مع التطور التكنولوجي الهائل. ما بقيتيش تقدري تبقي قاعده جوه دوله وعفوا يعني الشعب مش حاسس بحاجه، لا، كل انسان النهارده ماسك في ايده موبايل موبايل بس ده كمبيوتر، شايف الشرق والغرب والناس عايشه ازاي وبتقول ايه. فما تقدريش النهارده تحكمي الناس بعفوا يعني بقصص وهميه وتضحكي عليهم. صحيح، الناس كلها شايفه كل حاجه. طيب انا لما ابقى دوله شباب في منطقتنا 50% من الشعب المصري شباب، وافريقيا نفس الشيء، وبيبصوا عندهم تطلعات، لازم تعملي علاقات بين الدول مش تنافسيه، وهو ده التغيير الكبير قوي. تكامليه اللي احنا بنسميه التكامل الاقليمي. لازم يكون في استراتيجيات للتكامل الاقليمي، الهدف منه ايه في النهايه؟ الكل ربحان. عشان كده بقول ليه الدبلوماسيه الاقتصاديه، ودي السياسه اللي بيتبناها فخامه الرئيس من يوم ان تولى المسؤوليه الحقيقه، وهو شغال بالطريقه دي. علاقتك باي دوله في العالم لازم تبنى في النهايه ان الطرفين كسبانين. كمان في نقطه مهمه احنا من الحقيقه نهتم بيها قوي، ويمكن هنحاول ننقلها ايضا لافريقيا، او يعني للتعامل جوه افريقيا. لازم تعرفي كمان مهما عملتي تكامل اقليمي انت ما تقدريش تستغني عن التكنولوجيا. صحيح، ولذلك لما اجي اقول انا عاوزه اعمل تنميه في اي مكان، سواء وخصوصا افريقيا لانها مليئه بالثروات، طب انا عاوزه ايه؟ انا عاوزه تكنولوجيا. طب مين اللي عنده التكنولوجيا؟ 100 شركه عالميه معروفين بالاسم بس مش بتوعنا، في عالم اخر. طيب ومحتاجه ايه كمان؟ محتاجه تمويل. بسيط، زي ما نقول تمويل بسيط يعني سهل. ومحتاجه الثروات، طب انت عندك ثروات لا حصر لها. صح، لكن في نفس الوقت ما عندكيش تكنولوجيا. فانا لما اجي اقول انا بحاول افعل اتفاقيات جوه المنطقه، مش بس عشان نتعامل احنا مع بعض لوحدنا، لا، احنا لازم نعرف كمان احنا محتاجين معانا اصحاب التكنولوجيا. مصر عندها نقاط قوه الحقيقه بقت موجوده واضحه للناس كلها. الشركات العالميه دي لما تيجي في منطقه، هي النهارده في العصر اللي احنا فيه ده عايزه تقعد في مدينه ذكيه تكنولوجيه عشان تدير اعمالها، سواء بقى في منطقه الشرق البحر المتوسط او افريقيا او منطقه المملكه العربيه، لكن عايزه يبقى لها موطن او موقع رجل في منطقه ذكيه. طيب احنا عملنا العاصمه الاداريه ايه؟ ذكيه. ذكيه، ده اللي هو بنسميه ان مصر مؤهله انها تبقى سوق للبيانات والمعلومات. مش بس البيانات والمعلومات، موقع اداري للشركات العظيمه دي. فانت اهلت لهم المكان، فلما يجي يقولوا احنا عاوزين نشتغل في الاقليم ده، طيب مش لازم يبقى لهم مركز رئيسي؟ المركز الرئيسي ده لازم في العصر اللي احنا فيه، لازم مدينه ذكيه يعني تكنولوجيه. طب انت ابتديتي عندك العاصمه الاداريه، عشان الناس لما بتقول الاستثمارات في العاصمه الاداريه يقول لهم يا جماعه الاستثمار هناك مختلف عن اللي انتوا فاهمينه. دي مش هنعمل مصانع ومزارع، لا، انما هنعمل زي ما نقول مراكز رئاسيه، مراكز رئيسيه للشركات العالميه الكبرى، تيجي تاخدها هناك وتشتغل تدير الانشطه بتاعتها في الاقاليم المحيطه معانا. هو أنا برضو عايزة أفهم حقيقة، لأن الكلمة دي ترددت كتير، ويعني مع بداية الحديث عن مؤتمر الكوميسا، وهي فكر أو العنوان بتاعه كمان تحديدا القدرة على الصمود باستخدام الاقتصاد الرقمي. إيه بقى الاقتصاد الرقمي؟ إيه مختلف عن الاقتصاد العادي؟ لا ده مختلف خالص. الأرقام النهاردة أصبحت حضرتك هي كل حاجة في الدنيا. يعني أنت ممكن حضرتك تتعاملي، زمان كانت الناس بتروح وتيجي وتشيل وتحط ورق رايح ورق جاي ودوشه، والورقه مش مظبوطه، واعتماد المستندات تتفتح وده رايح وده، مشكله كبيره. النهارده كل العمليات دي اتقلبت رقميه، وذلك انا ليه ذكرت العاصمه الاداريه؟ قلت لك مدينه ذكيه، يعني بتتعامل على احدث مستوى في العالم بالاقتصاد الرقمي. ما هيش محتاجه بقى دوشه الدماغ اللي بتتعمل لو تروحي تفتحي في حته ثانيه، وزي ما حضرتك تفضلتي ورق رايح ورق جاي، لا، كله الكترونيك. بتمشي كل شغلها الكترونيا مع المراكز الرئيسيه بتاعتها بره، ومع مراكز البيع والشراء بره، ومع البنوك، ومع البورصات العالميه، وفي نفس الوقت تقدر معاكي ايضا تتعاون بنفس الطريقه. ولذلك لما باجي اقول احنا جاذبين للموضوع ده، ايوه، لان احنا اصبحنا جاهزين، احنا لسه قدامنا شويه شغل، لكن ان شاء الله كل المدن اللي هتعمل بعد كده هتجهز بنفس الطريقه. العاصمه الاداريه مخصصه لذلك. طيب انا عاوزه النهارده احيي افريقيا. افريقيا قاره فيها ثروات خياليه.
خيالية. ومصر على فكرة، بس يمكن مصر دورها يجي بعدين نتكلم عليه. على رأي ما كانوا يقولوا ان احنا عندنا خزائن الارض. طبعا صحيح. لكن تعالي نتكلم على افريقيا عشان موضوع كوميسا. بلاد ثرواتها عظيمة وتتمتع بقى بفقر وامراض ومشاكل ومفيش بنية تحتية ومفيش، يعني ما تيجي تقولي مثلا احنا نقدر نشتغل معهم في ايه؟ نقدر نشتغل معهم في كل حاجة. البنية التحتية دي نمرة واحد. وده اللي بيقوم بيه بعض الشركات المصريه زي المقاولون العرب في تنفيذ عدد من المشروعات البنيه التحتيه هناك. ولما نيجي نقول احنا هنتعاون معاهم، مش لازم يبقى عندهم دوله تستطيع انها تتعاون مع العالم؟ صحيح. ايه الدوله اللي تستطيع؟ البنيه التحتيه مهمه، لكن في كمان سياسات ماليه، في سياسات نقديه، وفي بنوك، جهاز مصرفي، وفي بورصات للاوراق الماليه، وفي محاربه فساد، في موضوع كبير. فانت لازم احنا بقى يعني اللي نقدر نقوم بيه كدور سهل قوي انك بتنقلي تجربتك الناجحه دي بسهوله لهم. يعني احنا من مزايا مصر الحقيقه اليومين دول لما نتعامل مع اي دوله افريقيه ان احنا نتمتع بتجربه عمليه على الارض علميه، ازاي عملنا استراتيجيه، نفذناها ازاي، راجعناها ازاي، تابعناها ازاي، وحققنا النجاحات دي ازاي. فانت تقدري تنقلي لهم التجربه دي. نمره اتنين، احنا ايوه عاوزين نتعاون اقتصاديا معاهم، بس لازم نخلي بالنا هم كمان لازم يستفيدوا. يعني انا طول عمري طريقتي في العمل حتى في البنوك العالميه اللي بشتغل فيها، قبل ما تفكري هتكسبي ايه من اللي قدامك لازم تقولي له هو هيكسب ايه لو اتعامل معاكي. دي نقطه مهمه قوي. احنا هنكسب، احنا دوله طبعا فرق بيننا وبينهم كتير. طب وانت عشان تتعاملي معاهم لازم هم كمان يكسبوا، لان هم عاوزين قلنا اقتصاديه دبلوماسيه اقتصاديه. صحيح. انت كسبان وانا كسبان. قد تختلف النسب ما يجراش حاجه، لكن انت كسبان وانا كسبان. مصر كمان بتساعد بحاجه مهمه قوي غير التجربه، انك ابتديتي تشتغلي على خطوط سكك حديد زي ما تفضلتي حضرتك. انا عايزه اهميه مشروع الكيب تاون، القاهره كيب تاون، وربط اكبر شبكه سكك حديديه ممكن. شوفي حضرتك اي عايزه تشتغلي اقتصاد وتجاره هي البنيه التحتيه. سكك حديديه، ليه سكك الحديد مهمه؟ لانها سريعه. واخده بالك؟ تحركي الحاجه بسرعه. الطرق مهمه كمان، بس الطرق لها مشاكل دلوقتي لغايه ما نشوف موضوع التلوث البيئي ونشوف ازاي هنغير اسلوب التكنولوجيا المتبعه. لكن لازم قبل ما تقولي انا هتعامل لازم تعملي بنيه تحتيه. طيب السكك الحديد مهم، الطرق مهم، النقل النهري مهم، النقل البحري مهم، كل التنوع ده والجوي، لان في حاجات بتنقليها جوي كمان، كل التنوع ده هو اللي بيدي فرصه ان حضرتك تقدري تعملي علاقات قويه مستمره لمصلحه الطرفين. بس انا دايما ليا ملاحظه، مع عفوا يعني، عايزه اقولها، لما ندخل مع الناس دي نشتغل يا ريت نحاول في الاول نتقرب انسانيا. يعني لما ندخل بلاد وتيجي شركات كبيره تشتغل فيها مصريه، انا مش عايزه اذكر اسم الشركه اللي شجعت محمد صلاح ووقفت وراه، يعني اذا لو عايزه تذكريها طبعا اذكريها، لكن دي شركه عالميه هي اللي طلعته، والبنوك العالميه الكبيره ده شغل احنا كنا بنشتغل كده. اما تخشي على مكان لازم تبتدي تقربي العلاقه الانسانيه. فلازم نهتم بعلاقتنا معاهم بالرياضه، بالفن، بالثقافه، بالتعليم، بالسياحه، تقربي الشعوب من بعض. بمحطات تلفزيون اتصل ببعض، تلاقي ان الاقتصاد يمشي اسرع. على ما كل ما تيجي تقول اعتقد مصر قامت برضو في الفتره الاخيره، يعني بنشوف عن قوافل طبيه بتروح كشف عن النظر في طلاب المدارس وان احنا نعمل لهم نظارات طبيه، ايه مركز صحي في مكان، مركز دوائي في مكان اخر. يعني اعتقد ان احنا الامور البسيطه دي بسيطه بس مش كفايه، دايما اللي بيقرب الناس هي الثقافه والرياضه، دي مهمه قوي. انك تعملي نشاط رياضي بين الدول، انك تعملي نشاط ثقافي، تمثيليات تروح وتي، يعني تقربي الشعوب اللي بيشتغل هم الشعوب مش الحكومات. فلما حضرتك بنعمل نقول ومع أيوة. الاختلاف يعني، بس احنا الحمله الفرنسيه لما جت كانت جايه ومعها اكبر مطبعه، كانت جايه ومعها يعني مع اختلاف الكبير طبعا، بس الوقت يعني مختلف والوقت مختلف والحاجات، بس هو كانت فكره التقارير يعني المقاربه الثقافيه والمقاربه أيوة. العلميه والمدارس والجامعات والبعثات بعد كده. صحيح تقرب الناس. فايوه انا عندي خطه اقتصاديه بسيطه جدا اقدر انقلها لهم بمنتهى البساطه، بس هم مش واخدين عليكي لسه. لازم تبتدي توطدي العلاقه، تتوطد بالنواحي اللي انا قلت لحضرتك عليها دي. الفن مهم قوي، التلفزيون
ان يبقى في اذاعات بتتذاع هنا وهنا، المسلسلات، الرياضه والموسيقى. بص تلاقي الشعوب على طول ابتدت تقرب من بعض وتشتري وتبيع، وعارفه ازاي؟ يعني ما تقربي يحصل الناس، الالفه اللي تخلي الناس تحصل الالفه، ينزلوا السوق يلاقوا البضاعه المصريه يقول لك اه انا عاوز اشتري بضاعه مصريه، واخده بالك؟ غير لما ينزل واحد السوق ويقولوا بضاعه مصريه يقول لك بس هما مين؟ يعني ما نعرفهم. طب خصوصا ان مصر غابت عن الملف الافريقي لسنوات طويله، عن ملفات كتير، ومكانها اخذوا بطبيعه الحال لما مكان بيفضى حد تاني بيجي يملى هذا الفراغ. انا عايزه اذكر ان العالم كله في افريقيا. صحيح. يعني ما نصورش لنفسنا واحنا داخلين افريقيا انهم مستنيينا. لا طبعا. لا، الصين غزت افريقيا بشكل كبير، الصين ودول تانية، وايطاليا والبلاد العربيه كله. صحيح. موجود في افريقيا. صحيح. فلازم وانت داخله تبقي داخله بحاجه مختلفه وتقربي الناس، عشان كده انا ذكرت بموضوع الالفه. ولازم منتجاتك كمان تبقى منافسه واسعارها مقبوله، لان هم متعودين على منتجات كتير. هم انا اقدر اشتغل في البنيه التحتيه، سهل اخد عقود، اقدر ابني مصانع، اقدر امد سكك حديد، لان دي كلها عقود كبيره، لكن انا عاوزه انزل للمستوى التجاري والشعبي عشان ابيع. فلو حضرتك هتخشي سلعتك لازم تنافس. ولازم يبقوا عارفينك. يعني انا ليه بكرر موضوع الثقافه والمعرفه؟ لازم الناس تبقى شافت بعض وسمعت وقرت ورياضه وافلام، دي مهمه قوي، بتقرب الشعوب من بعضها. لكن الحمد لله احنا قطعنا شوط كويس قوي في فتح الاسواق الافريقيه، وفي ان احنا بنحاول بقدر الامكان طبعا ان زي ما حضرتك تفضلتي كم الهائل اللي جوه افريقيا مش هيسيبها. صحيح. وهيحاول ينافسنا طبيعي، فلازم برضه نبقى عارفين هم بيعملوا ايه. هو اصبح سوق مفتوح للجميع، والتفوق في النهايه بس ده سوق غني، ومش عايزه اقول لحضرتك ثروات لسه لم تلمس. طيب وجود وزير خارجيه دوله مدغشقر وزيارته للهيئه العربيه للتصنيع اول امبارح قبل مؤتمر الكوميسا، مهمه فكره هذه الزياره وتحقيق هذه الاستفاده. شوفي هو بيجي بيزور مصانع، بيتفرج انت بتعملي ايه. وفي على فكره كمان المعرض اللي جاي ده مهم قوي، ايدكس اللي هو بتاع مهم جدا. انك تعملي معارض هنا وهناك وييجوا وتروحي، هو لازم يشوف انت بتعملي ايه، لان يمكن هم عاوزين يعملوا مصنع بنفس الشكل. احنا عندنا مصنع، المصنع العظيم ده اللي احنا عاملينه مع الامريكان، واعتقد يعني وشغال كويس قوي. يمكن هو يحب انه يعمل معانا شراكه عنده بالزبط. يفكر انه ينتج هذا النوع، ولازم يزور مصانع كتير. يعني انا اتمنى انهم حد يعملوا لهم رحلات لمصانع كتيره، خصوصا المصانع اللي هي في الاول سهله التنفيذ. يعني في صناعات كتيره قوي صعبه شويه وعايزه تكنولوجيا عاليه قوي، وزي الهيئه العربيه للتصنيع، وفي صناعات تانيه سهل انك تستخدمي المواد الخام اللي عندهم. يعني برضو لما تيجي تعمل لهم مصانع هناك او رجال الاعمال لما يروحوا يحاولوا بقدر الامكان يستغلوا المواد الخام اللي عندهم عشان يحركوا لهم الاقتصاد. لكن لو عملوا مصانع اعتمدت اعتماد كلي على ماده خام مستورده، طب ما هم اقتصادهم لسه تعبان. بس بكرر النظام النقدي لازم يتطور، ان البورصات لازم تتطور، بورصه اوراق ماليه وبورصه حبوب او يعني انواع من السلع، دي حاجات مهمه قوي. كمان لازم يفتحوا المجال لبنوك عالميه عشان يقدروا يشتغلوا على التمويل الدولي. صحيح. واخده بالك؟ يعني مثلا ممكن في الاول ما يبقاش عندك فلوس، لكن في حاجه اسمها في العالم كاونتر تريد، ده بتقوم بيه بنوك عالميه، واخده بال حضرتك؟ نقدر نعمله. فهم محتاجين شويه شغل على البنيه التحتيه، مش بس الطرق واحنا نقدر نساعدهم كتير، والشركات العالميه. ولذلك لازم نحسسه يعملوا قوانين للاستثمار تبقى تسهل للشركات دي انها تدخل. يعني لما بنقول هندعو بنوك عالميه تدخل، البنك العالمي لما بيدخل بيدخل بعملائه. خلي بالك دي حته مهمه قوي. طيب اما يدخلوا بعملائهم، عملاء كبار، فيقوم يساعدوهم في انهم يقدروا يتحركوا بسرعه. فالحمد لله هم ماشيين على خطه سليمه، لكن عاوزه شويه مجهود من النواحي اللي زي ما قلت حضرتك البنيه التحتيه الماليه والنقديه. انا يعني بشكر حضرتك جدا دكتوره بسام فهمي الخبير الاقتصادي، احنا وقتنا خلص، بس احنا دايما انا شخصيا يعني بستفيد من معلومات حضرتك اللي بتقولها لنا. انا بشكر حضرتك جدا انك شرفتينا ونورتينا. ميرسي، الف شكر. انا شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، حاولنا نوضح لحضراتكم هو النهارده ايه اللي هيحصل. العاصمه الاداريه النهارده بتستقبل لمؤتمر الكوميسا، مصر هتبدا رئاسه فتره ثانيه، يعني احنا كنا قبل كده دي المره الثانيه. النهارده ان شاء الله هيبقى فيه ان شاء الله عن هذا المؤتمر ووجوده في العاصمه الاداريه الجديده، ويمكن
مشاكل زي ما ذكرنا النهارده في لقائنا. والدكتوره بسنت وهي بتتحدث عن عاصمه اداريه، مدينه ذكيه تستحق انها يتم مناقشه فيها هذا الاقتصاد الرقمي بعد الحقيقه مجهود كبير من الدوله المصريه في تاسيس هذه العاصمه اللي ان شاء الله تضاهي عواصم العالم الجديده والذكيه، ويبقى عندنا ان شاء الله مشروعات كتيره مش في افريقيا بس، مع كل قارات العالم. فبشكر حضراتكم جدا ومستمرين مع حضراتكم، وصباح البلد بعد الفاصل. يا صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، فقرة جديدة من صباح البلد. أي زوجين في الدنيا دايما بيكون حلمهم الاستقرار وبناء أسرة، ودايما برضو حلمهم أني أكيد يكون عندهم أطفال، عشان كده بيحاولوا ويسعوا أنهم يحققوا الحلم ده. بس لما ما بيقدروش يحققوه بتكون هي دي للأسف خيبة الأمل بالنسبة لهم. طبعا بيبقى الموضوع كبير جدا وبتبقى مشكلة كبيرة، بيبدأ كل واحد هنا يلقي اللوم على التاني. بس أوقات كتير المشكلة ما بتبقاش كبيرة زي ما هم متخيلين أو زي ما هم بيكبروا الموضوع، وبيبقى مجرد اضطرابات في الهرمونات أو حاجات ممكن تتعالج بسهولة جدا. ده غير طبعا أن الطب الحديث النهاردة وفر لنا وسائل مساعدة علشان نقدر نحل مشكلة تأخر الإنجاب بطرق أمنة جدا النهاردة، وهو ده اللي هنتكلم فيه في موضوعنا النهارده مع ضيفي اللي منورني النهارده الاستاذ الدكتور محمود سليمان، استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري بمركز مصر للخصوبه MRC، واستشاري جراحات المناظير والاورام الليفيه بمركز مصر للخصوبه MRC، واستاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب القصر العيني. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك، منورنا يا دكتور. بنورك. احنا قلنا دكتور في البدايه الوسائل المساعده كحل لتاخر الانجاب، ايه بقى هي الوسائل المساعده كحل لتاخر الانجاب مع الطب الحديث النهارده؟ طب ايه رايك نقول ايه هو تاخر الانجاب الاول؟ نقول ايه هو تاخر الانجاب الأول. لازم يكون الناس فاهمه مش كل ما مات يعني فات شهر شهرين ثلاثه ما حصلش حمل نجري للدكاتره، ودي نقطه مهمه جدا لازم الناس تبقى فاهماها. تاخر الانجاب تعريفه في الكتاب هو مرور سنه كامله. تمام. طب ليه مش سنتين؟ ليه مش ثلاثة؟ ليه مش ست شهور؟ إن احنا بنعتمد على حاجة اسمها الإحصاء. استاتيستيكال أو إحصائياً بعد سنة من الجواز 85% هيحملوا لوحدهم من غير ما يزوروا الدكتور. تمام. وهيتبقى 15%، اكتشفوا إن 15% دول ممكن يبقى 5% منهم يحملوا بعد سنتين من الجواز. ده وضع طبيعي. ده طبيعي، ده ما يروحوش للدكتور أساساً. طيب. عشان كده اختاروا السنه ان اكتر من ماجورتي اكتر من 85% من الحالات هتحمل لوحدها بعد سنه. طيب ليه الناس بتجري بعد شهر او اثنين او ثلاثه؟ من وجهه نظر الطب طبعا هو تاخر سن الجواز. تاخر سن الجواز عند السيدات دلوقتي، الناس دلوقتي بتتجوز ثلاثينات 32، بتقول لك انا بقاش عندي كلمه شهيره انا بقولها رفاهيه الوقت الانتظار. كان زمان بيتجوزوا هم 16 سنه و15 سنه و18 سنه، كان عندها وقت تقول ايه يعني تقعد سنه اتاخر ما اتاخرش لسه الوقت بدري. لكن دلوقتي الناس بتيجي بدري شهر اثنين ثلاثه تقول انا ما حملتش يا دكتور شوف لي حل، انا الدنيا ليه عندي ايه اللي عطله في ايه؟ الدنيا فيها ايه مشكله؟ وبالتالي الحالات ديت بقت تيجي عندنا كتير جدا في العيادات وفي المراكز تقول لنا شوف لي حل يا دكتور ايه المشكله. طيب. يبقى احنا عندنا تاخر الانجاب هو مرور سنه كامله، بس مش لازم نلتزم بالتعريف. ان التعريف دوت كان مبني على زمان على سن معين للزواج، لكن دلوقتي مع تاخر سن الجواز الناس كلها بتجري على نقطه ليه ما بيحصلش حمل، طب ايه الوسائل اللي ممكن تساعدني؟ ودي كلمه بقى وسائل المساعده. الناس كلها فاكره دخولها المركز حقن مجهري ان هي هتعمل ايه؟ حقن مجهري وده كلام خطا. سيبك من قصه النجاح والفشل، يبقى نتكلم في النسب بتاعتها، لكن بتكلم على نقطه ايه؟ انا داخله المركز هعمل حقن مجهري بس. هي دي الوسيله المساعده اللي وده كلام خاطئ. ان في سيدات ما بيبقاش عندهم مشكله اساسا، ولا الازواج ازواجهم عنده مشكله، والوسائل المساعده تنترك تحت حاجه بسيطه جدا اسمها تنشيط. نشط بس، بدل ما كانت بتطلع بويضه طلع لها اثنين. حسن التشانسز، حسن الفرص ان ممكن تلقط. اعمل متابعه تبويض، ما دي وسائل مساعده. ومتابعه التبويض دي ليه؟ علشان نعمل اوقات معينه للريليشن او العلاقه بينها وبين زوجها فنحسن الفرص اكتر. تمام. هي دي وسيله من الوسائل المساعده. صحيح. الوسيله الثانيه اللي ممكن نعملها حاجه اسمها تلقيح صناعي. تلقيح صناعي يعني ايه؟ يعني بدل ما بيحصل الجماع العادي بين الزوج والزوجه، لا ده انا بجيب الحيوانات المنويه من الزوج بستخلصها واحطها جوه الرحم. وبالتالي قربت المسافه ما بين الحيوان المنوي والبويضه، فبحسن التشانسز ان هو يوصل. في الحاله دي بنبقى ضامنين ان يحصل تخصيب للبويضه. مفيش، بصي كلمه ضامنين دي كلمه مش مفيش حاجه اسمها
ضمان. خلي بالك الحمل هي اسمها نسب الفرص حدوث، صحيح chances هي فرص، وبالتالي يمشي على الطرق مع وسائل المساعده، ده اختيار احنا الطبيعي. بنعلي الفرص، بنعلي الفرص، لكن نعلي الفرص جامد ومش قليل، بنعلي الفرص جامد جدا لحدوث حمل. الوسيله المساعده الثالثه هي اطفال الانابيب اللي المتعارف عليها باسم اطفال انابيب او الحق المجهري. يبقى لازم نكون فاهمين للساده المشاهدين، دخولك لمركز تاخر انجاب مش معناها ان انت هتعملي حمل ابدا كده الحقن المجهري، ده بالعكس. صحيح. احنا ممكن ندي تنشيط هتحملي، ممكن نعمل وسيله بسيطه جدا اسمها التلقيح الصناعي برضه هتحملي منها ان شاء الله بفرص كويسه. ولو الاثنين دول ما نفعوش يبقى حقن مجهري، الا هنلجا للحقن المجهري كوسيله اخيره الا لو في اسباب واضحه للجوء للحقن المجهري. تمام. طيب يمكن معنى كلام حضرتك ان الدكتور هو في المقام الاول لاختيار يعني الوسيله بناء على المعطيات. امتى بقى بنختار يا دكتور افضل وسيله او افضل حل للحاله دي؟ يعني كل حاله بتقف على ايه عشان اختار لها دايماً افضل في كلمه حل. انا بقولها لكل المرضى بتوعي، الطب 1+1 بيساوي اي رقم الاثنين، الطب بيساوي احتمالات، وبالتالي الحاله بتاعتك تختلف عن الحاله بتاعت زميلتك، بتاعت صاحبتك، بتاعت اختك. احنا بناخد الوسيله المساعده المناسبه للزوجين بناء على مش الزوجه بس، وبناء كمان على تحليل الزوج. لازم نكون فاهمين ان الست عمرها ما هتحمل لوحدها، الست محتاجه راجل كويس وهي تبقى كويسه ويحصل بينهم علاقه عشان يحصل الحمل. طب لو الراجل كويس والست سنها كويس وهرموناتها كويسه، رحمها كويس، كل حاجه كويسه، لا دي تاخد فرصه تنشيط عادي جدا. طب ست عندها مثلا الزوج حيوانات المنويه بتاعته قليله شويه او الحركه قليله شويه وهي كويسه، لا تلقيح صناعي بيحسن الحركه. طيب لو الست عندها انسداد في الانابيب وبقت كل حاجه كويسه وزوجها كويس بس انسداد في الانابيب كان عاطفه لوب، دي تعمل حقن مجهري. يبقى كل حاله بتختارها بناء على المعطيات اللي ايه اللي انت بتاخدها بالتاريخ المرضي وبالفحوصات وبحاله الزوجين زي ما قلنا، ولازم تقييم للزوجين. تمام. يمكن انا عامل برنامج ظريف جدا على، كنت عامل حلقات كده توعيه على اليوتيوب كده، كان اسمه نص عليك ونص عليه. كان اختيار كلمه نص عليك ونص عليه دي ان هو مش كل حاجه السيده، صحيح، ده في جزء كبير جدا 50% هو اسمه الراجل. عدد، حركه، تشوهات، الريليشن بتحصل بشكل منتظم ولا الزوج بيتجوز الشهر ده يسافر يشتغل سنتين ويرجع ويقول لك بقالي سنتين ما بتجوز، مفيش اصلا حمل، ما هيحصل ازاي عشان شهر ما انت بقالك سنتين بره. صحيح. فلازم نفهم نصه عليك ونصه عليه، دي كانت فكره حلقات توعيه من نقطه ان انت ما تدوريش على نفسك بس، ده بالعكس ندور عليكي وندور على مين؟ على الزوج. تمام. طيب متهيألي يا دكتور يعني اي حالتين او اي زوجين بيجوا لحضرتك وتتكلم معاهم في طرق الحل النهارده او الوسائل المساعده اللي احنا بنتكلم عليها، اول سؤال هيسالوه نسب النجاح هتكون قد ايه؟ ويمكن دي برده حاجه هتيجي في دماغ كل مشاهدينا اللي بيشوفونا دلوقتي، يعني انا لو عملت الحل ده او الحل ده او الحل ده النسبه تقريبا هتبقى قد ايه علشان في الاخر يحصل حمل؟ بصي انا راجل جماعي، فلما اكون راجل جماعي هتكلم بنسب فعلا. هو الريليشن الطبيعيه في وجود زوجين كويسين، يعني زوج كويس وزوجه كويسه والعلاقه منتظمه، احنا بنتكلم في حوالي 20 ل 25% نسب ايه؟ ان يحصل حمل بصوره طبيعيه. يعني الست عندها في كل دوره شهريه، يعني كل اربع دورات شهريه في دوره هتحمل فيها. طيب لو ما حصلش دخلنا في نقطه التلقيح الصناعي، التلقيح الصناعي بنتكلم ان نسبه بتتراوح ما بين 10 ل 15% اكسترا على العلاقه. يعني ايه؟ يعني لو العلاقه بندي 25 هندي 10 ل 15، يعني بنتكلم التلقيح الصناعي بيديني تشانسز 35 ل 40%. ما حصلش الحقن المجهري، ودي اعلى نسب الموجوده في العالم كله، بتتراوح ما بين ستينات 60% حاجه و60%، ودي نسبه كويسه جدا. انت لو جيتي لي من 20 سنه كنت اقول لك الحقن المجهري ده لا يتعدى ال 15% 20%. لكن هننظر لتطور الحضانات وتطور دكاتره المعمل، طبعا يعني دكاتره المعمل هم بيلعبوا المايسترو في الموضوع الحقن المجهري ده الحقيقه، لا النسبة بقت دراماتيكلي اتغيرت بطريقة غير طبيعية. صحيح. طبعا احنا كنا بنتكلم فعلا يعني ايام التسعينات في اواخرها واول الالفية الجديدة ديت، احنا ما كناش بنعدي ال 15% 20%، دلوقتي احنا بنوصل ل 60%، ودي نسبة مقبولة على فكرة، نسبة كويسة جدا. طبعا نسبة كبيرة جدا. طيب يمكن يا دكتور من اكبر المشاكل بقى اللي بتقابل اي زوجين عندهم تأخر في الانجاب هو تكرار فشل الحقن المجهري، ويمكن دي بنشوفها في حالات كتير من قرايبنا واصحابنا، ناس كتير حوالينا بيعملوا مره واثنين وثلاثه وللاسف الموضوع في الاخر بيفشل. لما بيجي لك يا دكتور حالات من النوع ده، ازاي بتتبع معاهم طريقه انك تتفادى ان يحصل فشل تاني في الحقن المجهري؟ سؤال جميل جدا وعميق ويطول شرحه شويه، لكن انا هحاول الخصه بمثال بسيط. الخالق واحد والحياه واحده. احنا بنعتبر دايما الحمل ده عامل زي موضوع الزرع. هو الراجل النهارده لما يجي يرمي بذره في الارض ويسقيها كل يوم ويجي بعد شهر ما
لقيش البذره دي طلعت شجره. تفتكري السبب في ايه؟ يا اما هو ما سقاش كويس اللي هي الام الدم اللي بيوصل او الارض فيها مشكله، يا اما التربه بايظه اللي هي الرحم، يا اما البذره اللي رماها هي اللي بايظه اللي هو مين؟ الجنين. يبقى انا لازم الخص الثلاث حاجات، تقييم للام كويس جدا، هل في اجسام مضاده؟ هل عندها اجسام مجلطه للدم؟ هل عندها اضطرابات بالغده الدرقيه ودي اشهر اضطرابات ممكن تؤدي الى ذلك؟ هل عندها اي مشاكل صحيه، سكر، امراض بتاخد مزمنه، امراض مناعيه، ذئبه الى اخره من هذه الامراض اللي هو الدم اللي هيوصل للجنين بعد كده؟ وابص على الرحم كويس جدا. عندنا بقى تقنيات كتيره جدا بقى، من اول الالترا ساوند العادي لغايه اللي هو رباعي الابعاد، لغايه ما نعمل منظار حتى نبص على الرحم داخليا ونشوف التجويف اخباره ايه. تمام. والسبب الثالث هو الجنين، البذره. نرجع بقى للقصه اللي انا قلت لك في اول الحلقه، البذره دي نصها ابوه نصها امه. صحيح، 50 و50 قلنا. يبقى لما نقيم القصه بتاع تكرار فشل الحقن المجاني ده، لازم اقيم الاب كطبيب امراض نساء، ابتدي اعمل بقى تحاليل وفحوصات اب طول انا ببعته الاستشاري تاخر انجاب امراض ذكوره، بحيث ان هو يقيم لي الدنيا اخبارها ايه، عنده مشاكل عضويه، عنده اضطرابات في الهرمونات، ما الانسان واحد، الست عندها كليتين الراجل عنده كليتين، الست عندها عينين الراجل عنده عينين، بنفس المنطق الست عندها هرمونات بتؤثر على التبويض، الراجل عنده هرمونات ممكن تؤثر على الحيوانات المنويه. تمام. ابتدي اقيم واحسن شكل الحيوان المنوي اللي عندي، عشان لما احسن شكل الحيوان المنوي اللي عندي ابتدي احسن البويضه في اخصابها. صحيح. وبنفس المنطق انا كامراض نساء ابتدي امشي في قصه التبويض بتاعها اخباره ايه، المخزون اخباره ايه، شكل البويضه تحت الميكروسكوب اخبارها ايه، وايه الفيتامينز اللي ممكن تاخدها عشان تحسن هذا الشكل. يبقى لما تيجي تعمل عيانه جايه دي عندها اجهاض متكرر او تكرار فشل حقن مجهري، هما دول الحالتين، فكر بالطريقه ديت، هي ام، رحم، بذره، جنين. تمام. ولازم تقيم الثلاثه دول بالطريقه اللي انا قلتها لك، ده فعلا بنكتشف حاجات كتير ما كناش اكتشفناها، ولو كنت اكتشفتها قبل المحاولة ما كانش حصل كده. يعني دكتور، معنى كلام حضرتك ان مثلا الدكاترة اللي هي كانت زارتهم قبل كده او تم عندهم الحقن المجهري قبل كده، هم ما التفتوش للثلاث نقط دول، هم مثلا الحقن المجهري بيتم على طول كده بدون الرجوع للسبب؟ اهم خطوة في الحقن المجهري دايما بقولها هو التحضير الجيد. لا، ما احنا بنقول هنا بقى في الفشل. الفشل حصل عشان ما تحضرش قبل كده كويس، وارد ما كنتش حضر، وارد نكون اتحضر، بس ده بقى بالنسبه لي انا كدكتور بقى تاريخ مرضي. يعني خلي بالك برضو موضوع الحقن المجهري، احنا بنطلب الحاجات البيزك الاساسيه. خلي بالك انت عشان تخش في عمق المواضيع ديت، لا الموضوع ممكن يطول. برضو الزوجين ممكن ما يقدروش يستحملوا. احنا لما بنخش في عمق موضوع لازم يكون عندي تاريخ مرضي، فاهمة الفكرة؟ يعني أنا مثلا واحدة جاية مثلا عاملة ثلاث مرات حقن مجاري، ده تاريخ مرضي ليا خلاص، هي داخلة لي العيادة، هل أقدر ألوم على زميلي إن هو مثلا الطبيب إن هو قصر معاها؟ ما أنا ممكن ألاقيه عامل هرمونات العادية، مدي تنشيط بروتوكول صح وإلى آخره. فاهمة الفكرة؟ ما ينفعش أقضي لوم قوي، ممكن يكون طبعا في جزء ما بيحضرش. وده الجزء الخاطئ اللي أنت قصدك عليه. تمام. أنت لازم تحضر كويس قبل خطوة الحقن المجاري، إن شاء الله يا رب تحضر في شهرين ثلاثة. لكن انا قصدي ان ساعات بنحضر كويس وبرده ممكن يحصل فشل، وبالتالي لما بيحصل فشل نبتدي نعلى بقى بستيب بقى اكثر عمقا. احنا ممكن نعمل فحص جينات للجنين. تمام. عشان البذره دي نعرف جيناتها اخبارها ايه، ليه ما كبرتش جوه الرحم. انت فاهمه القصه نفسها؟ فانت عمرك ما هتوصل للستيب المعقده ديت في التحاليل الا لو كان عندك ايه؟ تاريخ مرضي. هيستري. لازم. طيب، يمكن يا دكتور من كتر الحالات اللي حضرتك بتورد عليك يعني يوميا في المركز، طبعا اكيد بيبقى في حالات متشابهه كتير او يعني نوع معين من الحاله دي هي الاكثر شيوعا بيجي لك، انهي اكثر نوع بيجي لك عنده مشكله؟ يعني المشكله هنا بتبقى فين؟ في الزرعه ولا في الرحم زي ما قلنا او من الرجل؟ بصي، انا اغلب الحالات اللي بتيجي دايما عندنا هي مشكله بذره، مشكله جنين. دي اغلب الحالات. خلي بالك انا عايز اقول لك فشل الحقن المجهري لو اتكلمنا على ستاتستكس برضه او احصاء، لكن تتخيلي ان 70% من فشل الحقن المجهري هو تكوين جنين. تمام. جنين الام بتبقى سليمه، الرحم بيبقى سليم، وتحاليل الزوج هنا كويس، بس الجنين نفسه اللي بيفرز مش جنين ايه كويس. ده بقى شغلي انا بقى مع الذكوره، بحيث احنا نحاول نحسن الزوج واحسن انا ايه
الزوجه، بحيث لو طلعنا بذره حلوه دي هتكون جنين كويس جدا ويحصل الحمل ان شاء الله. طبعاً وربنا بإذن الله اكيد طبعاً. ما يحرمش اي حد من النعمه دي يا دكتور. وقتنا خلص، انا بشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا دكتور محمود النهارده. نور. كان معانا منورنا الاستاذ الدكتور محمود سليمان، استشاري امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري بمركز مصر للخصوبه MRC، واستشاري جراحات المناظير والاورام الليفيه بمركز مصر للخصوبه MRC، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه طب القصر العيني. خلصت فكرتنا النهارده، استنونا فقرات مختلفة من صباح البلد.